في كل زيارة يكرم جلالة الملك مجموعة من الأشخاص المميزين واللي تركوا أثر وبصمة بمجتمعهم المحلي، من شباب، من نساء، من مؤسسات، من شركات، وأيضا مادبا كانت جزء من هذا التكريم. صحيح. وأخذوا كمان الوسام اليوبيل الفضي. صحيح رندا، ويمكن بكل زيارة بنشوف عدد من المكرمين واللي كان لهم دور مهم في تنمية المجتمع، بصمة مهمة كان على مستوى مؤسسات محلي. أو مستوى أفراد، كان على مستوى محلي أو حتى عالمي، وهذا شيء عم نعتز وبنفتخر فيه. وكالعادة في برنامج جسد صباحك وشاشة تلفزيون الأردن، إن شاء الله راح نكون دائما مع هذه القصص ومع كل بصمة إنجاز بتخدم دائما الأردن ويكون دائما الأردن في المقدمة. حازم، إحنا بنحب كان نستضيف كل اللي تكرموا بكل محافظة، لكن هذا وعد منا بالأيام القادمة بعد زيارة كل محافظة. إحنا رح تكونوا معنا خلال السنة، يعني إحنا كل جمعة معاكم، فإن شاء الله بتكونوا معنا. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله خنشوف أسماء المكرمين في زيارة مادبا من قبل جلالة الملك. معكم دائما، ألف مبروك لكل المكرمين، وبسعدنا في هذا الصباح يكون معنا أمل القعايدة، مشروع نساء بني حميدة للنسيج، ومهند سيوف يوتيوبر وصانع محتوى. يعني عندما نتحدث عن دور المرأة بالأردن بشكل عام وفي مادبا ومن خلال هذا المشروع، مشروع نساء بني حميدة، خلال سنوات طويلة لما قدموا من جهد عظيم وبصمة مهمة في تنمية المجتمع المحلي، والمنتجات اللي قدمها ليس فقط وصلت محليا وإقليميا ولكن على مستوى العالم، في بصمة تراثية إرث أردني جميل من خلال هذا الجهد العظيم. يسعد صباحك وألف مبروك تكريم ستنا. صباحك سيدي والله يبارك فيك. الله يعطيكم العافية. طبعا لما نحكي عن الأمل، لما نحكي عن الإصرار، لما نحكي عن الطاقة الإيجابية، لما نحكي عن كلمة لا مستحيل، هذا الشاب يعني هو المثال الأكبر لهذا الكلام. مهند سيوف بسبب رصاصة طائشة أصبح مقعد، ولكن هذا الموضوع غير حياته وأصبح مثال كبير لعدد كبير من الأشخاص. هو يوتيوبر على مستوى الوطن العربي، تقريبا صار عندنا 6 مليون على اليوتيوب، وأيضا أكثر من مليون متابع على الإنستغرام. مهند سيوف هو المثال للشاب الطموح القادر دائما على رسم ابتسامة على كل من يتابع هذا المحتوى المميز اللي موجود. فخورين جدا انه يكون معنا اليوم باستوديوهاتنا بيسعد صباحك. يسعد صباحك مهند. اهلا اهلا يا أهلاً. اجمل ابتسامة دائما واحلى طاقة. اول شيء شكرا كثير على المقدمة الجميلة اللي حكيتيها، يعني اسعدتيني فيها صراحة. هذا لا شيء شكرا لك. بتقدمه دائما. شكرا لكم، شكرا لاستضافتكم الجميلة. اهلا وسهلا، الف مبروك التكريم لك ولكل اللي تكرموا، واحنا هذا شيء بنرفع راسنا فيه بجهد شباب اردني بيرفع الراس، ورجال وسيدات قدموا واعطوا هذا الوطن. يعني في البدايه عندما نتحدث امل عن هذا الجهد الكريم والكبير وهذا التكريم، ماذا نقول في البدايه؟ تفضل. في بداية مشواري بحب من هذا الموقع أصب على جلالة الملك اللي تكرم وإجا وسلمنا هاي الميدالية اللي نفتخر أنه إحنا استلمناها من جلالته، وعلى جلالة ستنا أم حسين. وبحب أصب على كل الشعب الأردني، وبصب على والدتي، أهم إشي هي الدعم لإلي، وبصبح على كل موظفين ومدراء وكل من بيشتغل بمؤسسة نهر الأردن، لأنهم هم السبب بأنه إحنا وصلنا للي إحنا وصلنا له، ولأنهم داعمين، لأنهم هم جهد كبير بذلوه في هاي المؤسسة وفي المشاريع اللي تابعة لهاي المؤسسة. فكل الشكر لهم، وبحكي لهم صباح الخير من هذا الموقع. ما شاء الله يعطيكم العافية. احنا نصب عليهم ونقول لكم الله يعطيكم الف عافية. الله يسلمك. هلا بك. تفضلي تفضلي. نحكي اكثر عن مشروعكم، عن جهدكم. مشروع تمام. انتم بتعرفوا والكل بيعرف انه مشروع نساء بني حميدة تأسس سنة 1985، له عمر طويل. وهذا طبعا يعني المشروع ماشي بدعم الستات برضو اللي هم لهم الدور الكبير بهذا المشروع، والله يعطيهم ألف عافية. مشروعنا مشروع حرفي، طبعا هاي الحرفة كانت موجودة قديم يعني بمنطقة جبل بني حميدة. الناس قبل كانوا يسكنوا ببيوت الشعر، كانوا بينسجوا بيوتهم. صحيح. من صوف الماعز. طبعا هاي الحرفة لما لازم يعني انها بلشت تتوسع وانه ينشغل عليها،
بلشوا الستات ينسجوا البسط المعلقات يعني كل إشي بيناسب البيوت فبلشوا ينسجوه وبصبغوا الألوان وبيعملوا كل إشي وحتى التصاميم ببداية المشروع بلشوا الستات هم يصمموا وبيشتغلوا السجاد بهاي التصاميم اللي من إبداعاتهم اللي هي من وحي أصلاً المنطقة. فلما بلش إنه في يكون في مصممين بهذا المشروع حاولوا يطوروا على الألوان يطوروا على التصاميم في إبداعات جديدة كل مرة بتكون بمعارضنا بمعارضنا اللي موجودة بالأردن بمعارضنا اللي نعملها بالخارج. فالحمد لله يعني توسع هذا المشروع وأصبح مصدر دخل لهذول الستات اللي ما كان عندهم أي وظيفة يعني بيشتغلوا فيها فهو مصدر دخل لهم أحيا المنطقة بكل مع بكل إشي فيها. يعني كان له دور عظيم في التنمية. نعم أكيد في دور عظيم دور عظيم جدا شيء مهم يعني كثير حتى في موضوع تنشيط السياحة رح نحكي عنه. نعم بعد شوي أكيد. مهند بنصبح عليك مرة جديدة صراحة. من شخص أو شاب كان حلمه لعب القدم والرياضة ورياضي وبحب الحياة لشخص من عيار رصاص طائش نار أصابك ولكن هذا الشيء ما وقفك بالعكس أعطاك عزم كان سبب كمان. كان سبب احكي لنا عن هالتجربة على الإيجابية الكبيرة اللي موجودة. تجربة جدا جميلة صراحة هي بدايتها كانت صعبة صراحة بدايتها كانت صعبة بس لما يعني مرق عليها 4-5 سنين بلش أدرك إنه ربنا مختار الأفضل ربنا مختار الأفضل شو ما كان. خلصت توجيهي خلصت جامعة بعد الجامعة دخلت اليوتيوب لقيت نجاح جدا كبير يعني بعد هاي الأشياء أدركت أنه ربنا لما اختارني من بين 8 مليار شخص أنه تجيني الرصاصة هاي أنه لخير لخير مخبي لي إياه لقدام. طب شو دخل كيف قررت تدخل بهاليوتيوب؟ اليوتيوب والله قصة طويلة اليوتيوب بس أنا أحب اليوتيوب أحضر اليوتيوب كثير كثير يضيع من يومي على اليوتيوب فقلت ليش ما أكون أنا يوتيوبر أحكي قصص وخاصة أني أحب أسمع قصص يعني ما بعرف أنا غير أسمع قصص ما بحب أكل غير أسمع قصص كل شيء على اليوتيوب فقلت ليش ما أكون أنا هذا الشخص اللي أكون على يوتيوب. وفعلا أول ما خلصت الجامعة دخلت على اليوتيوب والحمد لله أني يعني لقيت نجاح جدا كبير. حتى القصص والسواليف اللي فيها مضمون رسالة بتشد الناس ترى ما هي حكي لنا قديش يعني كان هيك شعور التكريم قديش يعطيك دافع تكريم. قديش مهم أيضا شو بتحكي عن هذا التكريم كان شعور جدا جميل كنت أنتظر اللحظة هاي من زمان يعني وصلت كثير مراحل عالية بالعادة التكريمات تكون برا البلد فلكن لأنه هذا التكريم كان بالبلد ومن جلالة الملك فكان له تقدير جدا كبير. ترى حازم أنا سمعت سمعة كمان مهند بيعمل منسف غير شكل منسف شوف كيف بيعمل منسف والله لا أنا سمعت من أكثر من حد بيقولي ما شاء الله عليه دايما إحنا بماذا بأن دارج هذا الإشي منسف على نار حطب فنحب هاي الإشي صح إن شاء الله نصديفكم يوم نمركم يا بإذن الله ما بتقصروا دايما يعني حبيبي نشرف كل محافظاتهم والله نشرف فيكم تنورونا يعني عظيم برفع الراس. ايضا ستي نحكي اكثر عن دور جهدكم وعملكم هالمشروع المهم بموضوع تنشيط السياحة عندما نتحدث عن بعض التفاصيل التي تنسجوها الأشياء السياحية الجميلة تفضل. يعني إحنا بالمشروع وكون هذا المشروع متواجد على طريق قلعة مكاور اللي هي قلعة يوحنا المعمدان فهذا المشروع لأنه بنتج حرف يدوية جميلة جدا يعني أنا بحكي هذا الإشي لأنه مش لأني أنا صاحبة الإشي فهذا إشي الكل عارفه أنه هذا المشروع يعني ما استدام إلا لأنه في جودة ممتازة في تصاميم تجدد كل سنة لوجود هذا المشروع وأنه في حركة سياحة فعمل على تنشيط يعني إنه السياح لما يجوا يدخلوا على هذا الموقع والسياح بيشتروا من هذا الموقع عنا صالة عرض إحنا موجودة وبرضو عنا بلشنا إنه إحنا كمان نستضيف هذول السياح إذا بيحبوا يتغدوا أو يفطروا عنا بالمركز عنا صالة طعام. نعم بتعرف ست أمل أنا أعتقد كل شخص بيشوف من بسط بني حميدة من أي تصميم بيعرف هذا التصميم يعني أصبح لكم بس مش بس بالبسط زي ما تعودنا عليه أو الفراش تتطوروا بالمنتج. نعم. مش هيك صرت تعملوا حقائب صرت تعملوا. نعم. ملابس
بس أكثر من إشي. فنعم هذا الإشي هو اللي أصلاً خلاه يستديم، يعني لأنه في تطور في الألوان اللي بتستخدمها. والألوان اللي نستخدمها نعم. وأهم نقطة فيه إنه كله صنع يدوي. صح. في إيدين تلف بالحرير هي اللي قاعدة بتشتغل هذا الإشي. فالحمد لله يعني هذا الموضوع خلى إنه إحياء لهاي المنطقة برضو، إنه السياح بيجوا على أساس إنه في مشروع في حرف في منطقة سياحية، فهذا إشي خلى إنه المنطقة تكون أفضل من ناحية السياحة. بس دائما إحنا يعني وجيد جلالة الملك على منطقة مكاور تحديدا يعني عمل نشاط أفضل نعم للسياحة، ونتأمل برضو كمان إنه تكون أفضل بالأيام القادمة إن شاء الله. شايفين مرات الظروف الإقليمية نعم هاي الظروف لها تأثير، بس إن شاء الله قادم الأيام تكون أفضل وأفضل وتعود كما كانت قبل وأكثر بإذن الله. نعم لأنه يعني شوف هذا المشروع بالمنطقة يعني ساعد الناس كثير على إنه تكون حياتهم أفضل. أكيد يعني أنت لو تشوفي كيف الناس حتى في مادبة أو في ذيبان أو حتى في كل محافظات المملكة لما بيحكوا عن هيك مشروع بيحكوا بود في محبة بروجوله بطريقة حلوة، لأنه شيء أردني بمنتج أردني بأيادي أردنية بترفع نعم. الرأس. وعلى جاويها. فكرة الجدير بالذكر إنه مادبة السنة الماضية وصلت لسبعمائة ألف زائر حزم، يعني كان متوقع الوصول إلى المليون، لكن بسبب الظروف كثير كثير، وفي تنوع سياحي مهم، ويمكن من أهمها كمان المشاريع اللي عم بتصير. استقبال الناس حفاوة الاستقبال قصة لحالها يعني شيء مهم يعني بنفتخر فيه والله إن كان في مادبة أو في كل محافظات. طبعاً مهند خلينا نرجع نحكي شوي عن أهمية المحتوى اللي عم بيصير على السوشيال ميديا أو مواقع التواصل الاجتماعي. أنت من الناس اللي استغليت اليوتيوب واستغليت السوشيال ميديا بإنشاء محتوى محفز وإيجابي، وأظهرت الأردن كمان بأجمل صورة. ف قديش مهم هذا الموضوع؟ كثير مهم. وبعدين كمان في نقطة مهمة إنه أنت لما يكون عندك رقم كبير يصير عليك مسؤولية كتير. يعني مسؤولية الناس تشاهدك، الأطفال، إنه لازم مثلا من بين فيديوهين لازم يكون في فيديو إنك تحث الناس مثلا تدعمهم معنوي، توعيهم على اشياء غلط تكون مثلا بالسوشيال ميديا، فتحس واجب عليك صار هذا. هاي نقطه انا بالنسبه لي مسؤوليه وواجب علي، وخاصه انه كثير تسمعها مثلا بالشارع او اي مكان يشوفك فيه طفل او ابوه انه الاطفال يعتبروه قدوه. هاي اكثر جمله اخاف ما اسمعها. انت بتعرف ايش اجمل إشي وهبك يا رب العالمين؟ الابتسامة. الحمد لله. جد يعني الله يحميك جد، هاي الابتسامة لا تقدر بثمن، وانت دائما بابتسامتك بتعطي الإيجابية. بس سؤالي لك، ما بتكون مرات زعلان متضايق وانت بتصنع المحتوى؟ لا المحتوى لا، المحتوى لا. إذا كنت زعلان ما أصنع محتوى، ما تصنع؟ لا أتأخر أسبوع أسبوعين ما أصنع. طيب شو اللي بحفزك دائما نضلك هيك؟ الناس اللي حولي، أهلي، وأحب أسافر كثير. يعني بعد بكره مسافر. وين رايح؟ لندن ان شاء الله. انا مبسوطه كثير انه لقطناه، بتعرف انا كثير مهند، يعني اذا لقطتي اذا لقطتي دائما ما شاء الله عليك. احنا بنكون مبسوطين وسعيدين انه كواحد من الشباب الأردنيين بهذه البصمة المهمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لما نتحدث عن اليوتيوب أو الانستغرام. وبالعكس يعني إن شاء الله دائما رسالتك ومضمون ما تقوم به يكون في كل مكان في العالم، وإحنا زي ما بندعم كل الشباب الأردني فخورين إنه واقفين معكم ندعمكم إن شاء الله نكون قد نهاية الفترة إن شاء الله. إحنا إن شاء الله كنا عند ثقة سيدنا بأنه ندعم كل شخص أو شاب صبي أردني نشمي نشمية أردني ليكون دائما في المقدمة. وطبعا سيدات مادبة مميزات بنصبح عليهم، على كل سيدات بني حميدة وكل المصانع والشركات اللي قائمة في مادبة، أمثالك ست أمل اللي إحنا سعيدين جدا وفخورين فيكم جدا دائما. كل الشكر لك وشرفتينا اليوم. الله يسعدك حبيبتي. وبعدين إحنا شاكرين جدا لكم إنه دائما تستضيفونا، دائما في لكم كمان أنتم بصمة يعني كبيرة، فكل الشكر لكم ولكل يد تعمل وإلها بصمة في هذا الوطن. وأخص بالشكر الجزيل لجلالة الملك اللي زارنا وحفزنا بهاي الميدالية، فالله يديمه ذخر لهذه البلد، وإن شاء الله سند لنا إن شاء الله دائما. كل الشكر لكم، يعطيكم ألف عافية. وزي ما حكينا في البداية إن شاء الله راح نكون مع كل قصص النجاح الجميلة المكرمين في كل محافظات مملكتنا في حلقاتنا القادمة بإذن الله.